متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في بث مباشر الجديد. معكم اسماء اسماعيل من الاسكندريه. طبعا احنا النهارده متواجدين في منطقه العصفره، تحديدا عند عزيز اباظه المائده اللي عمرها 12 سنه دايما متجمعين فيها. اهل اسكندريه على الخير مع الحاج. حاج احنا عايزين بقى نتعرف عليك. انا الحاج اشرف احمد شمل من المنوفيه، من هويسنا من طرشه. ايوه كلمني بقى عن المائدة النهاردة، عاملين ايه بقى فيها؟ والله احنا عاملين رز النهاردة وادي بسلة. رز وبسلة وادي حلة بسلة كاملة. الفراخ موجودة بس اللي انا بحمرها في كل تاني عشان النهاردة الكل ده بايظ. يعني عاملين النهاردة رز وبسلة رز وبسلة والفراخ. ده الرز ماشي ده كده اتوزع منه للناس اللي مطلوبين. ادي حله خبز كده وادي حله خضيره ثانيه. يعني دي انت بتعمل حلتين خضار، حله للتوزيع بره وحله للمائده. طبعا خليني اسال حضرتك، المائده بقى لها 12 سنه بتعملها، بقى لك 12 سنه بفضل من الله. طب كلمني بقى عن تفاصيل المائده، بتجهز لها ازاي قبل رمضان؟ والله ربنا بيسهل الحال، بنعمل لها جمعيه ومعانا يعني ناس اهل الخير معايا في الشارع هنا بيجهزوها معايا وبيساعدونا برضه ويقفوا جنب مننا وبيعاونونا واحنا برضه ربنا يقدم لك في الخير ونعملها وخلاص. يوميا في رمضان المائده موجوده لغايه يوم 28 بالظبط. لغايه يوم 28 لغايه يوم 28 بالظبط تكون خلصانه. صباح الوقفه قبل الوقفه كده بتبقى خلصانه قبل الوقفه بيوم بيبقى خلاص كده من اول. لكن هي مستمره طول شهر رمضان. طول رمضان يا باشا بفضل من الله شغاله وبفضل من الله باسم مع الناس اللي هم اللي معانا والناس المتابعين معانا ماشيه بفضل من الله. طب لو حد حابب ان هو يساهم معاكم في المائده يعمل ايه؟ اي حد يتواصل مع سيادتك او يتواصل معانا احنا بالتليفون مفيش مشكله، احنا مش عايزين فلوس من حد، احنا بس اللي بيأثر علينا اللحمه والفراخ. بس يجيب اللي فيه النصيب حتى لو كيلو لحمه اي حاجه. انا لو اي لو شويه ملح حتى لو فيه ملح عندي بالدنيا خالص. بس الحمد لله. بيبقى احساسك ايه لما بتعمل المائده كل سنه وبتاخد كم الدعوات دي من الناس؟ انا جيت في رمضان اللي فات جيت تعبت وبفضل من الله وربنا وبركه الناس اللي قاعده ربنا شفاني الحمد لله، عملت اثر في القلب وربنا كرمني وطلعت قبل الوقفه بثلاث ايام. انا بقيت ان انا بتمنى من ربنا ان انا اعمل يعني اطلع عشان اشوف الناس، عشان يعني انا بقيت الثلاث ايام ولا الاربع ايام اللي قعدت في بقيت قاعد زعلان. يعني انا عيالي هنا الله اكبر ان شاء الله شغاله مديريه، بس برضه مهما كان ما تبقي انت واقفه على الحاجه بتبقي انت مبسوطه والدنيا معاك مش بس سعيده والدنيا معاك الحمد لله بفضل الله. بيبقى احساس حلو وانت اصلا قاعد بتخدم على الناس الغلابه دي وان انت بتاخد الدعوات. انا قاعد كده وربنا يتقبل يا رب بحق جاي النبي ويقبلها ويبارك لكل من كان. انت لما بتبقي واقفه بتخدمي على الناس كده الدنيا ما بتبقاش سايعاكي يعني الحمد لله بفضل الله. صح. اسكندريه فيها روح حلوه كده في رمضان يعني برغم ان حضرتك من انا بقول لستك على حاجه، انا قاعد هنا في اسكندريه بقالي 40 سنه. 40 سنه قعدت في الجيم 20 سنه وقاعد في العصفره بقالي 20 سنه، بس البطاقه زي ما هي منوفيه ما اتغيرتش. هو الاصل اصل دايما والله انتماء، بس مش عشان حاجه لا والله، بس ده شغلي وقادر اعيش هنا في اسكندريه. بس كل 15 يوم في اي ظروف انزل البلد، لو في اي حاجه واجب بتصل عليا. بس حاجة خليني اقول لك ان حضرتك معروف جدا في اسكندريه. ليه بقى؟ اقول لك ليه. اتفضلي. طبعا في بدايه رمضان بيتداول او بيتنشر على النت المواعيد بتكون موجوده فين، في مناطق ايه في اسكندريه. ايوه. فمن على راسهم على راس المواعيد هي المائده بتاعتك، هي ال 12 اتوبيس من الحاج اشرف. والله يعني والله أنا الحمد لله ربنا يسترها يا رب بحق جاه النبي وربنا يدينا الصحه والتنامه مفتوحه بحسنا وبحس عيالنا. لا احنا معروفين في العصفره وجنب مدرسه عزيز اباظه هي المائده الوحيده اللي بتبقى جنب المدرسه. ايوه. ربنا يقدم الفيل خير يا باشا. تخش خليها تغرف. تعالى 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 اغرف. وادي مكاننا معروف الحمد لله بفضل من الله. ربنا يستر يا رب الحاجه. بصي هو انا هصور وانت بتغرفي بس مش هجيبك. اعملي اللي انت عايزه تعمليه. صوري ماشي.
طبعا دلوقتي بيجهزوا المائدة زي ما حضراتكم شايفين. حاضر يا باشا هجيب لك حاضر. شوفوا داخل في العجله فين ده عمنا، خليك في اخر ترابيزه احطها جنب منك. يلا مؤمن مؤمن فين؟ خش مع عبده الناحية التانية اديته واحدة رز. يلا زي ما حضراتكم شايفين يعني اهل الخير دايما بيتجمعوا على الخير. النهارده من داخل مائدة يعني مطبخ المائدة مائدة العصافرة، اهل العصافرة كلهم بيتجمعوا على الخير يوميا طوال شهر رمضان. طبعا برئاسة الحاج اشرف طبعا من واقف وبيساعد معاهم. الحاج اشرف طبعا بيعمل المائدة كل سنة هنا في منطقة العصافرة عند مدرسة عزيز أباظة. تعالى اتفضل يا كابتن، تعالى يا كابتن اتفضل، تعالى ارفع ايدك بس عشان ده ايه حميد شرطه يعمل الراحه يعني. انا عايز الكاسه الثانيه مش الكاسه دي، مش هتاكل الكاسه دي يا عم والله الاساس. مش هتنفع يا كابتن والله. طب هاتي الكيسه اللي معاك دي انت. سبعين الكرام. متابعينا الكرام، متابعي بكبير ميديا في كل مكان، يمكن نشوف لما حضراتكم يعني من داخل مطبخ مائدة منطقة العصافرة واهل العصافرة كلهم متجمعين على الخير النهارده زي ما حضراتكم شفتوا معانا. اشكركم وكنت معكم اسماء اسماعيل والى اللقاء.